معايا ايضا الكابتن الكبير كابتن احمد عبد المقصود المدير الفني الحالي لفريق بترول اسيوط ومدرب الزمالك السابق. كابتن احمد مشرف ومنور. اهلا حبيبي كريم، ازيك؟ اخبارك يا كابتن احمد؟ الحمد لله حبيبي والله كريم. الاول طبعا قبل ما اسالك على مباراه الزمالك والاهلي اسالك على التجربه الجديده بترول اسيوط. والله انا لسه واصل النهارده اسيوط، قابلت طبعا رئيس مصدر مثلا فايز، وقابلت الشركه مهندس ماجد، ناس محترمين جدا جدا، عندهم طموح كبير بالعقل يعني، ان شاء الله احنا نعمل حاجه كويسه، موفرين كل حاجه الفتره الجايه. فالحمد لله يعني ان شاء الله في البدايه ان شاء الله كويسه كده، ونقدر نحقق امال طموحات نادي اسيوط كلها ان شاء الله. شايف المواجهه غدا ان شاء الله بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي ازاي يا كابتن احمد؟ والله كريم انت عارف الماتشات الديربي بين الزمالك والاهلي مالهاش اي مقياس. يعني ما تعرفش طبعا الف الدوري، بس دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص، الماتشات دي مالهاش دعوه في اي حاجه. انا شايف المباراه تبقى ممتعه بلا اي ضغوط، هيبقى في كوره حلوه اعتقد ان شاء الله بكره، يا رب تخرج من غير مشاكل، دي اهم حاجه. والناس تشوف الكوره المصريه. ايه اللي يخليها كابتن احمد تخرج بمشاكل اصلا؟ ما الامور يعني المفروض تبقى هاديه وعاديه خالص. يعني الكلام من رايح من جي من حاجه. فاهم دي بس، ما هي كمباراه ديربي كويس ان شاء الله. زي ما قلت لك الزمالك دلوقتي الحمد ماشي كويس، كان فوز ورا بعض، اداء كويس، تطور ملحوظ مع مصر الاسيوطي وشكل كويس والطريقه جديده. طب كابتن احمد، في ناس تقول لك ان اسيوطي له طريقه هجوميه محترمه جدا، والزمالك بيصنع فرص كثيره مع اسيوطي، بس ما زال هناك بعض او كثير من الثغرات الدفاعيه، ولو لعب بنفس الطريقه قدام النادي الاهلي ممكن يستقبل اهداف. شايف؟ بص اقول حاجه، قول لي اتفضل. طبعا النادي الاهلي بيمتاز بالتحولات الهجوميه السريعه. فلازم بالتالي يبقى نادي الزمالك عنده الارتداد الدفاعي برضه السريع. ده مهم جدا جدا يعني. هي لو كان مثلا ما شاء الله مثلا الناحيه الهجوميه طور كتير، بتبدا الكوره من تحت، ما فيش بتطلع كوره منظمه جدا من تحت لفوق واهداف، وبقى في ثقه عند اللعيبه في المدرب وثقه في نفسيهم. لو في مشاكل شويه ممكن في الناحيه الدفاعيه، اعتقد المباراه دي كل لعيبه هيطلع احسن ما عنده، كل لعيبه هيقول ان الفتره اللي فاتت دي كانت فتره صعبه على الفرق غصب عنهم مشاكل كتير. اعتقد الفتره الماتش ده يعني مستر سوريو هيبقى عامل حساب ليه، ومش هيغير من طريقه لعبه يعني. صحيح. هو ليه اسلوب، ليه طريقه هو مقتنع عليها جدا، واللعيبه الفتره دي وكل ما الوقت بيعدي بتقدر تقتنع بالطريقه وتلعب بيها وهي تتطور كمان. صحيح. كابتن احمد عبد المقصود المدرب او المدير الفني السابق لنادي الزمالك والمدير الفني الحالي لفريق بترول اسيوط، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.